غرامة نمبر ون النجم والفنان محمد رمضان 12.5 مليون جنيه بعد ما دفع للطيار الله يرحمه 6 مليون جنيه. كل التفاصيل هنعرفها النهاردة ان شاء الله في الفيديو ده. قبل اي حاجة يا ريت تصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. كلنا شفنا النجم محمد رمضان قدام الطيار كان مهزوم، وكانت المحكمة واقفة في صف الطيار الله يرحمه علشان النجم والفنان محمد رمضان، زي ما قالت القضاء وزي ما قالت كمان الأخبار ان النجم والفنان محمد رمضان يعني ظلمه في النقطة دي ودفع 6 مليون جنيه. دلوقتي احنا بنشوف النجم والفنان محمد رمضان هيدفع 12.5 مليون جنيه للشركة المنتجة. مبدئيا كده النجم والفنان محمد رمضان نمبر 1 حبيب قلبي، بيجيله شركات كتير جدا علشان خاطر يعملوا له افلام وينتجوا له مسلسلات والكلام ده كله. ففي شركه من ضمن الشركات جت قالت له ان احنا فنان عايزين نعمل الفيلم ده، طبعا النجم وافق وكمان كتب العقد علشان خاطر يعمل الفيلم ده. عدت الايام والفيلم ده خلاص وشك على انتهاء تصويره، والفيلم ما اخدش تصريح او خد يعني موافقه الرقابه عليه الا بعد ما عدلوا المشاهد اللي كانت المفروض تتعدل. النجم محمد رمضان استلم 500,000 جنيه قبل العقد. طبعا كان مكتوب فيه شرط جزائي ان النجم او الفنان محمد رمضان لو ما حضرش او لما كملش الفيلم بسبب غير مقنع او بممرر غير مفيد لينا فهيدفع ال 12 مليون جنيه اللي مكتوبين في العقد، وهيدفع كمان الفلوس اللي اخدها قبل كده. على حسب كلام الاخبار ان النجم محمد رمضان تخلف عن المواعيد بتاعته، يعني ما كانش بيروح المواعيد بتاعته مظبوط، بمعنى ان النهارده لو في تصوير فالنجم ما كانش بيروح اليوم ده، ولو برضه النهارده في تصوير فالنجم كان بيجي بيتاخر وبيعطل شغل كتير جدا على الشركه المنتجه. محكمه شمال الجيزه الزمت النجم والفنان محمد رمضان انه يدفع 0.5 مليون جنيه اللي اخذهم قبل كده، وكمان يدفع ال 12 مليون جنيه اللي مقررين في العقد بتاع الاتفاق اللي ما بينهم ما بين الشركه المنتجه وبين الفنان محمد رمضان. طيب ايه الفيلم اللي كان هيتعمل اصلا على الموضوع ده كله، يعني القصه دي كلها الفيلم بتاعها ايه؟ الفيلم اللي كان المفروض يتعمل مع الشركه المنتجه اللي كانت يعني ماسكه اداره شغل محمد رمضان كان اسمه بطل عادي، والحقيقه ان الفيلم ده لسه ما اكتملش تصويره وفي مشاهد كتير جدا بعد ما دخلت للرقابه الرقابه رفضتها، وطبعا الحاجات دي اتعدلت علشان خاطر تاخد تصريح. وفي وسط الليله والزحمه دي كلها النجم محمد رمضان على حسب كلام الاخبار برده ان هو مش بيروح، وان هو يعني كتير جدا الشركة المنتجة زي ما قالت طبعا في المحضر ان هم بيكلموه كتير، هو مش راضي يروح او مش بيتكاسل عن المواعيد بتاعته، مش حابب ان هو يروح يقضي واجبه او يقضي الشغل بتاعه. بس كده ودي نهاية خبر النهاردة، اشوفكم على خير بإذن الله. كان معاكم اخوكم يوسف سعيد في رعاية الله.